السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر منتج. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن حاجه مهمه جدا بتواجه كل الناس المبتدئين في التصوير، اللي انا واجهتها بشكل كبير جدا ولسه بتواجهها لحد دلوقتي، ولكن يعني بنحاول نتغلب عليها واحده واحده لحد ما نجيب كاميرا ثانيه او كاميرا احدث يكون فيها حاجه هنتكلم عليها في الحلقه دي بحيث انها تساعدنا اكتر. حلقه النهارده ان شاء الله هنتكلم على الفوكس. طيب الفوكس ليه نوعين، في مانوال فوكس في اوتو فوكس. هتسمعهم كده من نوعهم هتعرف ان الموضوع بسيط وسهل. الموضوع مش بسيط ومش سهل خالص. الفوكس بيوصل انك محتاج شخص تاني يظبط لك الفوكس قبل ما تبدا زي ما انا عملت كده دلوقتي، وحاجات كتيره جدا. فموضوع الفوكس مش بسيط وما تستهنش بيه، لان الفوكس لو مش مظبوط عليك في الفيديو، لو انت واحد بالذات من اللي بيقعد على الكمبيوتر ومونتاج كتير والكلام ده، فانت اكيد نظرك ضعيف. فانت اكيد برضو لو بتستخدم عدسه 50 ملي، انا بتكلم على الكيس اللي انا فيه او الحاله اللي انا فيها، فال 50 ملي بتخليني اقعد بعيد شويه، فانا مش شايف نفسي، ما اعرفش انا ان فوكس ولا اوت اوف فوكس. فالموضوع ده بالنسبه لي انا مشكله كبيره جدا. فلو عاوز تتغلب على المشكله دي زي ما انا اتغلبت عليها، فانت كده تابع الفيديو ده للاخر. اول حاجه موضوع الاوتو فوكس، احلى حاجه ممكن تعملها في حياتك في الكاميرا لو انت حابب انك تعمل حاجه اسمها اوتو فوكس. الاوتو فوكس ده موجود في كل الكاميرات، في كل الكاميرات، لكن بيختلف في كاميرات لكاميرات تانية. يعني مثلا كاميرات الضعيفه اللي زي 600 دي 700 دي 700 دي ضعيفه و600 دي ضعيفه 500 دي 550، الكلام ده كله فيها الاوتو فوكس، ولكن انت بتحتاج حد يظبطه لك بمجرد انه يضغط على زرار التصوير ضغطه مطوله لحد ما هتسمع التنه زي في الفيديو اللي انت شايفه قدامك ده. اول ما هيتظبط كده معاك الفوكس، او حتى لو التقطت صوره للشيء اللي انت عملت له فوكس، فانت كده خلاص بقيت ان فوكس وكده تمام وتبدا تصوير تمام. لكن لو مش معاك شخص بقى وعاوز تصور لوحدك، الموضوع ده بيواجه بعض المشاكل. لو انت بالذات عايش لوحدك او في استوديو لوحدك وحابب انك تصور فيديو، هتلاقي الحل اللي هيظهر قدامك حالا ده. كل اللي هتعمله انك هتجيب ستاند تحط الموبايل عليه، وهتنزل تطبيق ابلكيشن يعني اسمه فوكس تشارت. التطبيق ده موجود في كل حاجه، ما اعرفش تشارت دي صح ولا غلط، بس يعني مهم. يعني التطبيق ده موجود على الايفون، موجود على الاندرويد، موجود في كل حته. فانت هتنزل التطبيق ده، هتعلق التطبيق او الموبايل اسف على الستاند. هو راح فين؟ اقول مش لسه اروح اجيبه بقى. هتعلق التطبيق على الستاند، وكل اللي انت عايز تعمله انك هتظبط الفوكس على المانوال وتحط الستاند مكان راسك، يعني يكون الموبايل مكان راسك بحيث ان راسك هي اللي تبقى ان فوكس 100%. فتحط الستاند مكان راسك في المكان ده كده او كده مثلا، وبعد كده كل اللي هتعمله انك هتظبط الفوكس مانوال من العدسه عادي جدا على الموبايل. ما تعملهوش اوتو فوكس وتظبطه على الموبايل والستاند مع بعض، لا، اعمله مانوال فوكس واظبطه بالبكره بتاعه المانوال دي. مهمه جدا 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 الحته دي، مهمه جدا. طيب يا جماعه، احنا بقى ناس غنيه ومعانا كاميرا 70 دي و80 دي و5 دي والحاجات الغاليه دي، ففي حاجه تانية عندك اسمها فيس تراكنج، او بيعمل تراك للفيس، او بيتتبع الوجه، تتبع الوجه. ده كل اللي بيعمله انك بس بتدي له كده الفوكس بتاعك، انا اهو يا عم. وبعدين على فكره الكاميرات دي بتبقى الفوكس فيها اسرع بكتير من الاوتو فوكس اللي في اي كاميرا تانية. ف يا رب. المهم يعني فالفيس تراك ده كل اللي بيعمله انك بتقول له انا الفوكس اهو، انا اهو بس. تفعل خاصيه التراك، يعني وشك يكون ان فوكس وخلاص، عمل تراك، عمل مربع كده على وشك، وشك هو اللي ان فوكس. تروح في اي حته ان شاء الله، لو رحت المريخ وجيت هتلاقي اللي برضه انت لسه ان فوكس. تروح في اي حته طول ما انت جنب الكادر بتاع الكاميرا او في الكادر يعني بتاع الكاميرا، فانت ان فوكس تمام. طالما وشك موجود في الكادر فانت ان فوكس على طول. دي موجوده في ال 60 دي وال 70 دي وال 80 دي والحاجات الغاليه دي، ولكن موجوده برضه في كاميرا جديده اعلن عنها الباشمهندس احمد ابو زيد، اسمها كانون 200 دي. دي جديده صغيره، هسيب لك الفيديو اللي هو اتكلم فيه عن مميزات الكاميرا دي، ممتازه بصراحه وفيها كل مميزات ال 80 دي، وسعرها اقل بكتير من ال 80 دي، وسعرها يعتبر زي ال 700 دي ولكنها افضل من ال 700 دي بكتير بمراحل، وافضل من ال 750 وافضل من ال 800 دي كمان. فكاميرا سعرها اقل وافضل منهم، فانت لو تعرف تجيب الكاميرا دي من امازون في الجمارك وكده، بس يعني هي احسن بكتير يعني. وبس كده، اتمنى اكون افدتكم ان شاء الله في الفيديو ده، وان شاء الله نكمل سلسله الحلقات بتاعت مشاكل التصوير والناس المبتدئه في التصوير حابه انها تتعلم، فهتعلم واجعلمك ان شاء الله. بس كده، دي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتك. يا ريت لو عجبتك وشايف ان هي مفيده للناس، فانت ممكن تعمل لايك عشان يوصل ناس تانية في الريكومندد، وممكن تعمل سبسكرايب لو كنت اول مره تشوفني من الدوريه الحمراء قدامك دي. ولو حابب تفيدني بشكل اكبر او تساعدني بشكل اكبر او تقدم لي سبورت بشكل اكبر، تعمل شير للفيديو. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.